المشاهدة الكريمة، المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. دروب مغايرة في وقت عصيب جدا يمر به البلد والسودان كله. باسم أهل الدراما وباسمنا جميعا نتقدم للشعب السوداني بصادق المواساة والتضامن والوقفة القلبية معه، وبنقول له نقول لأي واحد فينا، أنا ولا أنت، ما أقل من المرة اللي قدمت القسمة العصيدة مع جيرانها، ولا من الزول عندها راكوبة قالت تعالوا أقعدوا معاي، ولا بتاع الركشة اللي قال للناس تعالوا نقولكم مجان. يهود السودان يهود بلدنا. يسعدني جدا أن أستضيف في هذه الحلقة ضيفي الكريمين، الأستاذة الممثلة والمخرجة أميرة أحمد إدريس، وهي ممثلة معروفة ومخرجة معروفة، امتهنت الإخراج والتمثيل من القلائل الذين احترفوا من هذا المجال منذ ما قبل تخرجها إلى أن تخرجت، إلى أن قضت هذه السنوات طوال في هذه المهنة. ويسعدني أيضا أن استقبل في هذه الحلقة أخي الأستاذ برعي تاج الدين، وقال أحسن حاجة ينادوه بها حبيبة نفسه إنه ممثل، صفته إنه يكون ممثل، والحلقة عن دور الدراميين في درء الكوارث، أي كوارث تواجه المجتمع السوداني. ومعروف إنه جماعة الكوارث الطبيعية بتساوي عندها الجميع، لو كانوا في فرجينيا ولا في طوكيو ولا في اليابان ولا في أم عقارب ولا في طوكر ولا في سنجا ولا في صالحة، كلهم بيساوي قدام دورنا كدراميين. عندنا دورين، غادر المجتمع، رموز المجتمع، نقود المجتمع عشان يبادر بالفعل الحي، ودورنا عشان نخلق لنا فعل حي للتضامن، تضامن الجراح، تضامن الناس مع بعض، يعني يطلعوا ويعتلوا على الجراح دي ويكونوا في بلد آمن ومطمئن ومستقر لقدام. أميرة، يتخيل لي تجربتكم في مسألة طويلة جدا منذ قصر الشباب والأطفال، وإنتوا أطفال وعبر النفير وعبر تخرجكم، شنو علاقتكم كدراميين بالمواطن السوداني العادي ده من تجربة النفير؟ مرحب بك يا أميرة. أهلا وسهلا دكتور ليسع، مرحب في برنامج دروب مغايرة. كويس إنه الليلة تجيبنا في محلتنا. يعني أنا من أنا في المتوسط عمري 11 سنة دخلت قصر شباب الأطفال، حقيقة ما كان المقصود إنه أنا أمتهن المهنة دي ذاتها، يعني اللي هي مهنة بتاعت التمثيل والدراما والفنون بصورة عامة، يعني لأنه فيها آراء كثير بالنسبة للمرأة وبالنسبة للراجل في بلدنا يعني. لكن وجودي في قصر الشباب والأطفال يعني يمكن أنا أكون محظوظة، لأنه درسني أستاذ محمد عبد الرحيم غرني، ربنا يديه العافية، وأستاذنا حامد جمعة ربنا يقرأه بالخير، ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. فالأساتذة ديل يعني هم كان عندهم منهج واضح بعد تخرجهم، وكانوا يعني مسألة الفنون دي بالنسبة لهم كانت قضية كبيرة يعني. حتى هم عندهم فرقة كان اسمها السدين في الفترة دي، وهم كانوا يا دوب بعد تخرجهم بكم سنة وإحنا جيناهم في قصر شباب الأطفال، فبثوا فينا أفكارهم يعني، وإنه إحنا كيف نخدم بلدنا دي بالفن يعني، وكيف إحنا يعني نقدر يعني إذا كان في كوارث زي ما بتقول، ولا إذا ما بالضرورة الكوارث الطبيعية يعني، حتى بيفتكروا إنه المسائل الاجتماعية دي فيها كوارث كثيرة يعني بالضبط ممكن تتعالج. فالروح دي الأدونة دي إحنا اكتسبناها منهم وقومنا بها وبدينا واشتغلنا بها، حتى بعد ما دخلنا في كلية الدراما والموسيقى اللي هي معهد الموسيقى سابقا، وأول مما جينا وفرحانين بالفكرة شديد، وفرحانين إن إحنا فنانين، وإنه الفن ممكن نخدم به كثير، وممكن عن طريقه يعني هو وسيلة يعني تعبيرية كبيرة بتوصل الرسائل للمواطنين وكده والجمهور. فقمنا عملنا الفرقة بتاعت النفير المسرحية، عملناه وإحنا في سنة أولى تقريبا، والكلام ده كان بعد الفيضان بتاع 88 أو السيول في 88، كانت سيول ما كانت فيضانات، فالناس كانت منفعلة شديد، وثلاث ارباعنا كان بيوتنا وقعت، وكان ممكن يا سيبنا المجال ده وخلينا ومشينا اشتغلنا شغلة ثانية، أو وقفنا وصمدنا وعن طريق الفن ده نقدر ندافع ونقدر نقدم شنو يعني. فكوننا فرقة اسمها النفير، ويمكن الاسم ذاته جاء من الفترة دي ذاته،
يعني معروف بطبع السودانيين انه لما تحصل حاجه ولا تحصل بيدعوا للمسألة كلها. ايوه بيدعوا للمسألة وبيحصل نفير. يمكن اخذنا الكلمه ذاتها من هناك. وكان معي في الفرقه غدير مرغني، مجد النور ربنا يرحمه، واللي هو كان قائد للفرقه دي، وعاطف خيري ربنا يرد غربته، عاطف البحر، وسيف الاسلام حاج احمد. ويمكن انا اكون كنت البنت الوحيده يمكن لاني جيت معاهم من غصر شابر اطفال منفعله معاهم بالقضايا دي. ففي فرقه النفير المسرحيه كنا بنمشي نقدم للناس، يعني بالذات بعد فيضان 88 كان في مشاكل كثيره جات بعدها، امراض غير البيوت اللي وقعت وغير الوقف، احنا كنا ضعيفين ما نمر غير الافكار، يعني ما عندنا قروش نقدمها للناس، ما عندنا مساعدات، لكن كنا بنحس بنشتغل في الجامعات، نشتغل سافرنا جامعة الجزيرة، اشتغلنا في جامعة شنبات وجامعة الخرطوم، اشتغل في المنتزهات اللي هو المسرح بتاع الشارع ده، وكنا بنقدم فيه أفكارنا البسيطة دي عن إنه الناس كيف تتكاتف، كيف تقيف مع بعض في المشاكل بتاعت والأوبئة والأمراض اللي ظهرت بعد ذاك وكده. يعني يا أميرة النفير، أنت ذكرتي أسماء هسه في مشواركم الطويل ده، ونترحم على روح مجد النور، كان له إسهام كبير جدا في المسرح مع البسطاء، مع أهله في الحاج يوسف وسوق ستة والمناطق دي. أيوة. ونرسل نداء للشاعر المعروف عاطف خيري، إنه خير. البلد راياك. ونرسل تحيانا في جامعة جوبا للأستاذ الدكتور سيف الإسلام حاج حمد البدري. يعني صحيح إنه فقدنا ممثل كبير يعني وعظيم، لكن عزانا انه بيقدم فنه في حته ثانيه. وعاطف البحر بيواصل في نفس المشوار، صدفناه في حلقه من دروب مغاير الحلقه اللي فاتت. انا وقفت عند كلمه النفير، والنفير هي قيمه سودانيه خالصه كامله الدسم، كلمه النفير اللي بيدعوا في حصاد عند الملمات عند النفره، عند زول يقول يا مروه بيلقى الاف الناس قدامه. دي بتنقلنا لبرعي وجهود كدراميين ونزروا حياتهم للمساله دي واعترفوا المساله دي، وانه اهلنا راجلنا بالكلام البسيط ده، يعني انه ما بالتنظير ولا بالكلام الكبار، لكن اهلنا راجلنا ونحن قدرنا انه نكون في دوله من دول العالم الثالث. بيقارنوا لي الفن بلقمه العيش، بيقارنوا لي الفنون يعني تفاصيل معقده جدا وحاسمه جدا. شنو اقول لك يا ابو رعي؟ طيب بسم الله. شكرا استاذي دكتور اليزع، وسعيد بالاستضافه. طبعا استاذ عميره، زي بدت تسرد توريك نوع المعاناه ممكن كان نحن نلاقيها. هم طبعا وضعهم كنساء شويه بيكون اصعب مننا، لكن هم طبعا اهلنا ديل في فتره طويله كده كانوا بيفتكروا انه القصه دي ما بتاكلك عيش، يعني قصه انك انت تبقى ممثل ولا درامي ولا كده. فكان في معاناه، بالاضافه لانه نفس المنبع المرقد منه الأستاذ أميرة طبعا برضو أنا درست فيه قصر الشباب والأطفال، ومرقنا بروح مختلفة ومغايرة جدا من الروح الجنبية أول حاجة. طبعا الفنان يعني هو دوره الأساسي في مجتمعه، يعني نشر الوعي بأي قضية أو بأي كارثة ممكن نقول، يعني ده طبعا بالإضافة لدوره الإنساني كسوداني عادي، يعني في الحين اللي هو الدعم والمؤازرة مع الناس والمساعدة بقدر المستطاع سواء كانت مالية أو معنوية، ده دور كل فرد سوداني. لكن نحن دورنا كفنانين هو نشر الوعي بأي مصيبة، كيف نتعامل معاها، كيف نتعامل مع ما بعد المصيبة، اللي هو نحن هسه في ظروفنا دي ممكن نسميه ما بعد الفيضانات وكده، هتظهر كمية من الأوبئة وكمية من الأمراض وكمية نوعي الناس بأنه يتعاملوا معاها كيف. تخيل لي دي حاجة مهمة جدا. يعني احنا خطابنا طبعا للجمهور السوداني بيختلف من أي خطاب تاني. نحن عندنا أدواتنا اللي بنوصل بها الأفكار الممكن أي إنسان في الدنيا دي يستقبلها ويتعامل معها بأريحية. يعني فن الدراما جماله في إنه أنت المسج بيصلك بدون ما تعرف إنه ده ذاته مسج، أنت بس بتستوعبه كده من خلال ضحكة، من خلال كده. فأنا بفتكر إنه
دورنا الأساسي الآن في الوضع الراهن في السودان، ونحن والله يعني يعني حزينين جدا، رغم انه يعني ده امر الله نحن مؤمنين به للظروف اللي بيمروا بها هنا في البلد، يعني من فيضان وتكسير وتهجير وقصص كثيرة، وقلوبنا معاون والله، بنترحم على الرحل، قلوبنا مع كل الناس اللي بيبقوا قاعدين في العراء في الشارع. وأنا غايته في رأيي إنه نحن كفنانين المفترض يكون عندنا دور كبير جدا، فنانين بتاع الدراما تحديدا يكون عندنا دور كبير جدا اتجاه الكارثة دي، نصل الناس نحاول نشتغل في الوعي، في توعية الناس في إنه كيف يتعاملوا مع الحاجات دي، كيف يعني أنا أتخيل لي لو عملت لي مثلا حلقة صغيرة في يوتيوب أو مسرح بتاع شارع ورسلت فيه مسج في إنه كيف الناس تتعامل مع القصة دي، أتخيل لي ده بيكون يعني زي اللي اديته ألف ناموسية، لأنه نحن عندنا ممارسات حقيقي حقتنا كسودانيين فيها مشاكل حقيقة، وبيزيد الطين بلة زي ما بقوله، فلازم نوعى بالمزالة دي، ولازم نتضامن كلنا كفنانين بتاع المسرح في إنه نحن نصل الناس دي في محلها ونرسل رسائل بتاعة وعي عشان نتجاوز الكارثة دي. لأنه تعرف يا دكتور القصة دي أنا طبعا ما هاجسي الكبير الفيضان ذاته، أنا هاجسي ما بعد الفيضان، يعني ما أنت الليلة مثلا ممكن على البيت الموية دخلت البيت شنو الجيران ومرقوم بتاع، يعني بنلحق القصة، لكن ما بعد الرجوع البحر وكده القصة دي صعبة جدا، يعني حتظهر كمية من الأمراض وكمية من الأوبئة وكمية من الغمامة وكمية من يعني مشكلة كبيرة. نحن زي ما أنت ملاحظ في الشارع العام في كمية من النفايات في الشوارع، الفيضان ده كسر الحمامات، بقت مويه الصرف الصحي مختلطة مع مويه النيل مختلطة مع النفايات، فتخيل ممكن يحصل شنو لما المويه دي تتراجع يعني. فالناس لو ما وعت للمزالة دي من هسه ونحن وعينا بها الناس بتبقى في مشكلة كبيرة. الوعي يبدو انه يا برع هو الاساس في انه نعتلي على جراحنا دي كلها ونلمها على بعض. أميرة قبيل ذكرت النفير، زي ما قلنا النفير دي كونتوا فرقة سميتوها، ارتكزتوا على إرث سوداني عريق جدا، ويتخيل ليه بتميز به السودانيين بس، يعني 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 حتى اللي بقى موجود ما بالصورة اللي عندنا، في صور كثيرة ظهرت عند الشدائد، ونحن الكوارث ما بتطلب بها الفيضان بس، في أمطار حصلت، في حروب حصلت، في نزوح حصل، في دماء سالت، في السودان تتعرض لابتلاءات ولجراح عميقة جدا لما تدر عليها وقت طويل جدا لقدام، عشان تتبني بلد تحافظ على تنوعها في بوتقة واحدة لها مشوار طويل جدا. ويتخيل لي السوداني الفنانين هون دورنا الأساسي فيه، وفي صور ظهرت لينا حسع انتو الدراميين دي والممثلين المخرجين دي راجياكم، شنو الخلة بتاع ركشة عليه أقساط يكتب الترحيل مجان للحالات الآتية، مرة ماشي مستشفى يوديها مجان، طالب ماشي مدرسته يوديه مجان، شنو الخلة مرة عندها راكوبة فيها أربع سيارات تقول الراكوبة دي نازراها للناس ما لقوا بيوتهم، شنو الخلة زول يعلن يقول والله هنا بيتي مفتوح للطلبة دارين يمتحنوا، شنو الخلة زول يكون عنده ربعين دقيق داري يقاسيهم مع الناس، يعني الفقرة دي الفقرة اللي قاعد يعلمونا كل يوم دي معاني النبل والقيم والأخلاق والسلوك ده، شنو بتستفيد منه كدراميين وكناس نفير؟ والنفير اللي بقى مستعد فرقت بيكون السبل، نعم. واحد توفى رحمة الله، واحد هاجر استراليا، واحد هاجر الجزء الثاني مننا للجنوب، وعاطف البحر واصل مشواره برضه مع المجتمع حقه في درامته في تفاصيله زي دي. أيوة. شنو الراجي يكون يا أميرة؟ انت ربنا وهبك بنجومية وبانه الناس راجين منك هنا الكثير. والله احنا يعني قاعدين ندي يعني ما وقفنا. هل مالين تيبانكم يعني؟ حلوة مالين تيبانكم. والله يا توب لو ما ملانا ملاو. ايوه ان شاء الله.
لكن يعني دار اقول لك انه احنا ما وقفنا والله اليسع يعني، يعني حتى الافكار بتاعت مسرح الشارع ده بالذات ومسرح التفاعل ده يعني احنا اشتغلناه من بدري شديد، ويمكن يعني قضايا السلام والحروب، وسافرنا دارفور، انا مشيت لحد كاس يعني قدمنا شغل هنا، ومشيت نيالا ومشيت الفاشر ومشيت كردفان ومشيت كادوغلي مشيت كوسي، يعني مشينا مناطق كثيره ومناطق بتاع التماس، مناطق فيها مشاكل، كنا هو بنقدم الرسائل دي المربوطه بالمنطقه. يعني بتذكر لما مشينا على روما ومشينا كسلا ومشينا كم منطقه في كسلا كده بنقدم مسرح تفاعلي عن طريق وزاره الشباب، يعني المنطقه المحدده مثلا بيقول لنا هنا الزول المسؤول من الشغل بيقول لنا هنا مثلا اكبر مشكله الزواج المبكر، يعني هنا مشكله كبيره جدا، عالجوا لنا المسائل دي يعني بالدراما بتاعتكم، والناس مقتنعين شديد بمساله الدراما دي ومقتنعين بالاسلوب بتاع الدراما وانها هي بتأدي رسالتها يعني سليمه. برضه نمشي منطقه ثانيه بيقول لنا يا اخي احنا اكثر حاجه عندنا هنا مثلا المخدرات اللي بتجي عن طريق حته الحدود، يعني مثلا عالجوا لنا هنا عملوا لنا سكتشات عن المخدرات وكده. فيعني ما وقفنا وبنشتغل كثير، حتى المسائل بتاع حس الكورونا دي لما جات، حس يمكن الكورونا لانه وضعها شويه مختلف، يعني الكورونا دي يمكن جات هزت العالم باسره، يعني هزت الدنيا كلها، يعني يمكن ما قدرنا نقدم بالكلام القريب، لكن برضو عن طريق الاذاعه يعني ثلاث ارباع الشغل اللي كان يتبث للكورونا ده كان اشتغلنا عليه، يعني رغم انه كان فتره صعبه، وحتى كمان كنا بنشتغل بالتليفون تباعد، يعني انت الماده بتاعتك في التليفون والممثل اللي معاك الماده بتاعته في التليفون، واحد في المايك واحد في المايك الثاني عشان ما نقرب لبعض، وكماماتنا بنطلعها بس اثناء المايك وكده، يعني اشتغلنا على المسائل دي كثير. واما بالنسبه لمساله النفير، هي النفير دي ما موجوده من زمن ذي الحبوبه، احنا وارثين حياه كثيره، دي من الحياه الجميله جدا اللي احنا وارثينها وموجوده كانت اصلا، يعني زي ما قلت المرل اوت الناس في الراكوبه والركشات، لكن زمان ما كان في وسائل بتاع التواصل، يعني تخلينا نعرف مثلا في دنقله حصل شنو، ولا في الفاشر حصل شنو، حس المساله قربت شديد، يعني العولمه دي قربت الناس شديد، خلت الناس تعرف بعض اكثر، يعني وتعرف انه في ناس اصلا من قاموا يعني ده يدنون في الحياه كده، من قاموا عرفوا الضرر وعرفوا النفير ما عارفين غيره، لكن احنا ممكن كنا ما بنعرفهم باعتبارنا في مدينه مختلفه، باعتبارنا كده وكده وكده. يا 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 برعي، نحن قبل ما كنا في الطريق والصعوبه اللي صرنا بها هنا، يعني شاهدت الشوارع، يعني المعانين، ما اتصلت تقوم تنجز لك فعل يعني مساله، وحس انا بعرف كثير جدا من الدراما اتصلت عليهم قاعدين مع اهلهم، يعني بيترسوا بالغذاء الدواء اللي شنو الحاجه زي دي في مختلف انحاء السودان قاعدين. نحن بنتكلم كنا عن التغيير الحدث في نفوس الناس خاصه الشباب. كويس. وما ازيح سير انه برعي عنده ركشه، قال لي من العيب عندنا كسائقي ركشات. معليش يا برعي، لا لا لا، من العيب عندنا سائق ركشات انه زول مثلا مره ماشي مستشفى الدايات مثلا، نقولها كده برا، من العيب انه يشيلوا حاجه لو شال منها قروش في قيم زي دي، من العيب انه مره مثلا بالليل دار تصلها هلا انه ما يوصلها قدام بيته مثلا، يعني اعراف بيناتكم انتوا، مع الكلام اللي بيقولوه عن سايغي الركشات، التحولات دي كدراميين قاعدين تقروها كيف؟ وانت الان شغال مسرح شارع، شغال مع اهلك البيوت اللي اتكسرت، مشيت طفت زي اميره دي كثير جدا، اعرف انك وقفت على مسرح الشارع، على مسرح التفاعل، المسرح التفاصيل زي دي، او ما كان جيت اصلا البرنامج ده لو ما عندك الحاجات دي. ايوه نعم. طبعا اول حاجه طبعا التحيه لثوره ديسمبر المجيده. انا بفتكر انه التحول الحقيقي او المنعطف الحقيقي لاخلاق الشباب بدت بعد الثوره. نحن طبعا نترحم على كل الشهداء ونتمنى العوده للمفقودين، و انا بديت احس بانه انا طبعا يعني ممكن اكون شاب كبير شويه، ما شاب يعني، عموما اصغر مننا شويه. شاب كبير شويه، لكن لصيق بهم شديد وبتعامل معاهم، فبديت احس بانه حصلت لهم تحولات
تحس بانها زي اللي كانت فيه وكان فيها غبار، جات الثوره دي نفضت جمرتها نفضت الغبار. الشعب السوداني طبعا بطبيعته هو من اجمل الشعوب في الدنيا، لانه التربيه بتاعتنا تربيه صوفيه وتربيه معتدله. أيوة. تربيه معتدله وتربيه جميله وتربيه يعني نحن كلنا هسه لو الناس في الاستوديو دي كلهم قلت لهم بتلقاهم يتربوا في بيوت يعني فيها البيت بتلقى فيه كم اسره، العم هو الابو والخاله الام و يا سلام. يعني والاستاذ هو الابو. ايوه يعني الشارع بيربيك والمدرسه بتربيك. طبعا هسه المزال اختلفت شويه، لكن الاصول اصيله. الاصول اصيله، عشان كده قدر الكارثه ضربت الاخلاق. انا بفتكر انه لسه فينا خير فينا جمال. طبعا في عالم الركشات انا دخلت طبعا، يعني انت عيب تسوق لك زول متضايق المستشفى تشيل منه قروش عندكم معظمكم. اي عيب مره بيشيلوا حالك لو عرفوا. لا 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 يا اخي، انت بيجي يقولوا لك انت ما بني ادم، انت ما زول. كيف يعني مره داير تلي توديها المستشفى تشيل قروش؟ انت صادق بتكون خليان زي اسبوعين كده وما بتلاقي الناس لو عرفوا. يعني ممكن عادي هسه في ازمه المواصلات اللي حصلت دي، يعني انت ممكن عادي تكون ماشي بركشتك زول يعمل لك كده يقول لك وديني معك قدام. دي واحده من الحياه اللي انا لاحظتها في الشارع. يعني الشعب السوداني وصل مرحله بقى يقول لي بتاع الركشه عليك الله قدمني. دي مرحله طبعا صعبه شويه، لانه يعني يا اما اصلا ما في مواصلات يا اما هو ما عنده قروش. ف بنوصل الناس والله يا اخي، او الناس الشغالين الزملاء كده بيوصلوا الناس، ما بتبقى في مشكله. لكن انا داير اتكلم في جانب ثاني. انا طبعا يعني في منطقه مشيت شفت الناس تعبان. انا اشتغلت مسرح براي والله، لميتهم كده واشتغلت لهم رغم فكره التباعد وكده، لكن كنت حاسب انه من الضروري جدا. انا شفت كميه من المظاهر حولي، الناس اللي لو جيت قلت لهم يا اخواننا ما تجدعوا النفايات هنا جنب المويه دي لانه بتختلط بالمويه كده ما بيبس. لكن لما تعملوا لهم في شكل مسرحي كده، لكن كاوامر بيعتبروها حاجه طبعا كسوداني طبعًا. يعني بيقول لك ده منو زاد اللي بيقول لنا الكلام. لكن من خلال الدور اللي انت بتعديه ممكن توصل لهم الرساله ويستوعبوها ويضحكوا فيها ويتكيفوا جدا ويعملوها. كده يقول لنا تجربه من تجاربك يا هنا المساله دي. نحن طبعا فيما يخص كل الظواهر اللي بنفتكر انها سلبيه بنحاول نعالجها من خلال المسرح طبعا. فعل حميم جدا للمشاهد. حاولنا طبعا، عملنا فيديوهات وعملنا في اليوتيوب وعملنا في الاذاعه وفي الكده، لكن المسرح عند الجمهور السوداني بيحب المسرح جدا. السودانيين اللي بيحبوا المسرح شديد، يعني اللي هو انك انت تقعد المشاهد ده يقعد وانت تشتغل له، بيحصل تفاعل، بتحس هو بحس بانه انت شغال له وانت بتحس بانه شغال له انت شغال له، فبيكون في تواصل جميل. فالمسرح انا قاعد افتكر انه اقرب وسيله له رغم صعوبته. يعني طبعا سهل انك تعمل فيديو وترسله في مواقع التواصل دي انت قاعد في بيتك. ايوه، لكن صعب انك تشتغل مسرح، لكن هو الوسيله. اتخيل لي الاسرع اكثر فعاليه. يعني بتخترق الزول طوال، يعني انت بتوصل له رسالتك. فانا كان مشيت منطقه لقيت كميه من النفايات جنب المويه كده، ولدرجه انه في ناس عاملين بها ترس. فقمت حسيت بانه يا اخي الناس دي، انا لو قلت لهم يا اخي النفايات دي ما صح تاخذوها هنا ممكن ما يستوعبوا، خصوصا انه انا غريب في المنطقه يعني ما ولدهم يعني. فقمت وقفت الركشه بعيد كده وجيت عندهم زي فسحة صغيرة كده طوالي، بديت أشتغل مسرح في الفسحة دي. هم في البداية حسوا بأنه الزول ده مجنون، بعد شوية قاموا عينوا كده اكتشفوا أنه الزول ده والله ما مجنون، فبدوا يعملوا حلقة، وده طبعا كان مطلوب. بديت أنا أعمل لي حاجة صغيرة كده عن اختلاط النفايات بالموية ممكن يعمل شنو. ما دي كارثة هسه بتروح، لكن بعد ذاك الموية اللي بتكون فاضلة دي لما تختلط بالنفايات ويجي الباعود ويجي الذباب والكوليرا والملاريا وما بعرف ايش. حتى الاطفال انا اللي كانوا قاعدين، يعني حاولت اوصل لهم المعلومه بانه
بيدوك حقنة بتمرض بيجي بيدوك حقنة. يعني وصلت لهم الفكرة كلها وبالراحة مشيت من محلتي دي كده داير أمره بلحقوني. كنت ركشت أردك لحقوني قال لي تعال يا أخي أنت. واحد قام قال لي يا أخي أنا بعرفك أنت شغال في التلفزيون. قال لي والله مسرحيتك ظريفة وبتاع وناي وجابك منو وكلمك منو. قلت له والله بس شفت النفايات دي قلت أوريه كلها. فقالوا لي والله يا أخي خلاص نحن حتى بديت احس بانه في ناس بدوا فعلا في انه يزحوا في النفايات. قال لي يا اخي لكن وديها وين؟ قلت له يا اخي حرقوها لموها في شوالات خطوها برا لكن زحوها من المويه بس. فانا انا 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 غايته يتخيل لي يعني صح في ضيق امكانيات صحيح الكوارث اللي لمت في البلد يعني من بعد الثوره الكورونا وما عارف شنو شنو مرات بتخلي انه قصه انكم انتم تجتمعوا وتقعدوا عشان تنتجوا شغل عشان التواصل شويه صعبه. لكن انا بفتكر انه نحن ربنا ادانا سلاح اللي هو موهبتنا دي خطير. يعني انا ممكن اكون ماشي في الشارع اشوف لي حاجه ما تعجبني ممكن اعمل مسرح. زمان بيقول لك لا تجيب تصديق من وين وتصديق. هسه الان في ظل الحريه دي انا بدعو كل اخواننا الدراميين والممثلين يا اخي لو شفت لك اي فعل ما عجبك اعمل مسرح شارع في محلك ده ما في مشكله. وري الناس يا اخي انه والله القصه دي ما اعمل فيديو وانت قاعد في البيت فكه في وسائل التواصل الاجتماعي دي بيصل. اخونا محمد عليش انا بحييه من هنا هو مجتهد في الاتجاه بتاع الفيديو ده. فنحن بنقوم نعمل الفيديو نرسله له بننظفه كده وبيصلحه بيفكه في اللي هي التوعيه. نحن محتاجين لتوعيه عاليه جدا حقيقه. وحاجه مهمه جدا الفرد السوداني ده عنده تركيبه نفسيه غريبه جدا. مجرد يعني انت لو جيت قلت لك كلام في مصلحته لكن بطريقه ما مناسبه وهو عارف انه ما في مصلحته بيسويه. ما انت ما وصلت للمعلومه بطريقه يعني يعتبر حقرته. اي يعني عندنا عزه نفس عاليه جدا وحساسيه مرات بتصل لمرحله كده مزعجه. ف يعني انت شوف الطريقه المناسبه عشان توصل معلومتك توصل طريقه الوعي اللي بتبثها للمواطن. شنو يعني جيت في التلفزيون قلت يا اخواننا ما تحطوا لنا النفايات جنب الهناي ويا جماعه الكلام ده فعل القانون حق شنو؟ ايوه خليكم عاقلين انا ما عايز استوعبوا لي انا ما السحر بتاع الدراما. ايوه انا اتذكر انا حاختف منه حته صغيره بس. ايوه معلش اختفي عشان ثاني ما حلقى ده. يعني اتكلم عن السحر الدراما يعني رغم انه احنا ذاتنا قاعدين نعاني كثير من الدراما دي لانه هي ذاتها ما قاعد تدينا زي ما بنديها. لا دي حقيقه يعني. لكن بتذكر مره ما في داعي لذكر المنطقه في الولايات وكان في 6000 متفرج ونحن قاعدين والمسرحيه اللي احنا بنقدم فيها كان فيها زي لغه عربيه كده وقاعدين نقدم ونتكلم النهر والعريس عند النهر والعريس في البوابه والعريس تحت الشجر كلام كبار كبار والعريس يا زول الكلام ده بقى صعب شديد خلاص. وانا بعاين انا ماسك المايك وبقول في الكلام ده يعني ده اوريك ممكن تلمس 200 انت حاجه من حاجات وجدان الشعب بتاعنا. أيوة أيوة. فهنا العريس عند النهر ما في زول قال اي كلام. العريس في الربوه العريس تحت الجسر ما في اي حاجه. اخوانا قلت لهم ما في عريس ولا شنو الكلام ده في 2009 انا لسه ابغى جديد. فشفت من الكم والالف ديل ها كيف ما في عريس يعني تجي من الخرطوم تطلع ساكت وتجي تقول لهم ما في عريس. فطلبوا العرض للمره الثانيه ثاني يوم. يعني دي واحده من الحياه اللي قربت انا يا اميره عندي قناعه راسخه جدا انك لو ما عرفت اهلك معرفه حقيقيه شوف لك شغله غير الدراما. اي صحيح. والرساله اللي قدمها برعي للدرامين انه يبادروا الان قبل بكره. ايوه انه اهلنا دير راجعين لنا كلهم. ايوه انا اخذت لي 17 يوم عند اهلي هناك غيرت فيني كثير جدا من مفاهيمي. هنا صح اكاديميين كده وعاملين فيها مثقفين لكن شعرت انه في جاب كبير جدا بيننا وبين اهلنا واشواق واحلام وتفاصيل زي دي. صحيح. دي رساله من برعي وامير لجمهره الدراميه لجمهره اهلنا في السودان كله. نطلع فاصل صغير المشاهد الكريم والمشاهد الكريم خليكم قريبين لنا ونعود لكم ثاني. شكرا جزيلا. We'll be right back.
عدنا عليكم ودروب مغايرة مع ضيفي الكريمين أميرة أحمد إدريس وبرعة تاج الدين، ممثلين ومخرجين وناشطين دراميين. قبل الفاصل رسلنا رسائل لأهلنا ديل عموما. شنو أميرة نواصل في أنه النجم ربنا اداه القبول عند الناس؟ أنه يمكن على المستوى الرسمي انك درامي دي شغله شنو شغال فيها، لكن على المستوى الوجداني حق اهلنا دي انه بيحترموك جدا، بيعتبروك انك بتقدم لهم الكثير جدا. شنو الرسائل المطلوبه منكم لاهلنا الحلوين دي؟ انت قبل قلت لك كلمه ونحن في الفاصل، اهلنا دي الحلوين جدا قلت لي. خالص خالص تجاربك مع الناس اللي مشيت لهم هناك ديل. ايوه مش ديلو بس يعني تعلمتي منهم شنو؟ شنو علمتيهم؟ شنو انت تعلمتي منهم شنو؟ اول حاجه في 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 تواضع، تواضع كبير جدا. يعني الطريقه اللي بيحيوا بيها ما بالطريقه اللي احنا قاعدين نعيشها صراحه كده. يعني الطريقه بتاعت الاكاديميه اللي تكلمت عنها والطريقه بتاعت الدراسه وكده ما 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 زي الطريقه البسيطه اللي هم عايشينها. يعني في لحظه كده بتلقى يعني في حاجات كثيره اتكسرت انت كنت شايلها خاطيها معاك وبتتعامل بيها. فمثلا زمان الله يرحمه صديقنا واخونا مجدي النور، كنا لما نمشي نشتغل معاه دراما يعني بنمشي للحته اللي فيها الشخصيه المحدده. يعني اذا كان مثلا يعني مره اشتغلت معه شخصيه المراه الصوفيه دي، وهو عنده مراه صوفيه في راسه لقاها موجوده في 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 حمد النيل. حمد النيل ما شاء الله. اي فكنا على مده 3 جمع احنا بنمشي حمد النيل عشان نقابل الصوفيه اللي هو لقاها هناك دي. فما ما ما جات الثلاثه جمع دي ما جات، لكن الروح اللي اخذناه هناك واحنا اللي لقيناه وكنا متحركين 3 جمع احنا بنمشي حمد النيل. فانت بتلقى روحك حملت معاك حاجات كثيره يعني ما كانت في بالك، ويعني قيم كثيره ذاتها واحنا ما بنعرفها جديد علينا، وقيم جميله وقيم حلوه. الناس اللي بتجي هناك بتزور اهلهم الميتين في المغابر، والقيمات اللي بتختها، وبعد ذاك المديح والدراويش والنوبه اللي بتدي، يعني ده عالم ثاني مختلف خالص خالص. فإن احنا دي من روحه بنشيل. يعني انا بتذكر لما قلت لمجدي الله يرحمه قلت له انا ما داير الاقي الصوفيه دي، لانه الروح اللي انا لقيتها دي انا بشتغل لك بها الشخصيه. وفعلا هذا برضه لما نيجي نمشي، يعني انا مثلا امشي المنطقه الصناعيه، زمان ما كنت امشي المنطقه الصناعيه، فالروح برضه بتاعت الميكانيكيه، وانا عندي اصحاب كثيرين يعني برضه روح مختلفه. يعني احنا بجد كفنانين لو ما مشينا للبيئات المختلفه دي وقدرنا نشوف منها. سوق 6 مشيت مع مجدي الله يرحمه وغير مجدي، مشينا كم حتات كده الاسواق الشعبيه وكده. يعني انت لو ما اخذت من الروح دي ما بتقدر تشتغل. اللي لقيتوه شنو مشاورك برا الخرطوم؟ شيتي كثير جدا برا الخرطوم. ايوه وانت بتم درمان بنت العباسيه. والله بنتم درمان يعني يفرق من زول اصلا جيمي هناك ورجع عليها، وانت اصلا بنت العباسيه. ايوه ومشيتي للناس دي اللي عند هذول هناك، شنو لقيتيه؟ لا يعني برا يختلف شديد والله. برا الانسان متواضع زياده عن اللزوم، يعني متواضعين خالص، وفي النهايه بقول لك اخركم تراب. يا الله لما يتونسوا معاك كده بقول لك اخركم تراب. يعني ديت لو ما تعلمت منه ثاني حتتعلم من وين؟ يعني عندك مواقف معينه لقيتيها يا اميره في الولايات؟ والله غير الجمال ما لقيت شيء في الولايات، وبالذات النزوان اللي احنا لما نمشي مثلا ينزلونا في بيت فلان والفلاني، يعني كنا بنتعقد لانه هم مش بيطلعوا لنا هدومنا دي بيغسلوها. لو قلنا لهم تعبانين دارين منهم بيقوموا بيشيلوا الزيت بيمسحونا بيه. والله دي حتات كانت محرجه شديد يا يسع. يعني انا حسي انا كنت بدمع، ومتى ما نمشي قاعد يحصل كده. يعني متى ما نمشي من احنا صغار بنمشي لحد الان بنمشي، يعني بيكرموك كرم مخيف، يعني كرم مخيف. هنا يمكن المدينه تختلف. التفاعل كيف مع المسرح بتقدموه؟ يحبوه شديد، ولو حضروا لك حاجه واحده في التلفزيون انت بالنسبه لهم حاجه كبيره شديد، ويقدروك ويحترموك لانه انت بتقدم يعني الفن اللي بتقدمه ده بيشوفوها حاجه عظيمه. يعني شوف الرسائل اللي انت بتقدمها دي حاجه كبيره، ما سهل انه اي زول يمشي يدخل التلفزيون ويقدم رساله. ودي بالمناسبه دي حته هنا، يعني انا يعني دار اتكلم فيها عننا كدراميين. يعني التخصص التخصص ده مهم شديد. يعني احنا لما مشينا وقرينا واشتغلنا في المهنه دي ولسه احنا بنقرا ولسه بناخد، يعني ما اي زول يجي يخش المهنه دي، يعني لازم
اي دخلت لكم دخله صح. والله العظيم يعني المهنه لازم تكون حقه الزور المتخصص العارف هو داري يقدم من خلالها شنو، ودي ايوه ودي رسالته الحقيقيه اللي هو داري يقدمها. حس الكلام اللي قلتوه ده خدت دين كبير جدا على رقاب الناس يا ابو رعي، الدين ده قادرين عليه انه اللي يتقدموا لاهلنا دين وما نرجع لنا، خلينا الناس ما يرجعوا لهم مسؤوليه يقول لهم يا اخي هاكوا اللي امشوا. صحيح صحيح. يعني برعي بس يكون سايق ركشته يشوف له بيوقف ركشته وبيخش. يعني لو لقينا زي 50 نفر زي ديل شفت التحول اللي كان يحصل لنا شنو، عندنا حاجات كثير جدا جرانا اللي تحت على الطين ده، نحن دايما نطلع من الطين ده على المويه وعلى البراحات الكبيره دي. صحيح. وقادرين على المساله دي يا برعي. صحيح. انا والله يا اخي داير انا عندي قصه احكيها لك برضو حصلت مع في واحده من الرحلات مع استاذنا الراحل المقيم الفاضل السعيد. لكن خليني ابدا بمقوله بيقولها دائما استاذنا الرشيد احمد عيسى وانا بحييه نحييه ونقدم له تحايانا وقلبه على السودان. اي والله بقول له يا رشيد يا اخي اشتقنا لك تعال. اي والله استاذ الرشيد دائما بيقول آن الاوان لانه فنان الدراما فناني الدراما يصبحوا القاده الان. الان نحن المفروض نصبح القاده لانه فنان الدراما فنان عظيم و يعني واعي بما حوله، واكثر بني ادم ممكن يكون عارف تركيبه الانسان السوداني النفسيه وكيف يتعامل معه وكيف هو فنان الدراما، وعنده من الوعي ما عنده فنان الدراما. وزي ما قاعد يقول لنا دائما استاذ الرشيد انه الممثل اعظم متكلم في التاريخ ويبزق في عين الزكاة عمدا. ف يعني انا بقول لزملاني والله آن الأوان لأنه نمرق من حالة الدروشة اللي احنا فيها هذه والإحباط وانتظار الآخر يعني وانتظار انه يجي زول أو تجي مؤسسة كده تقول يلا تعال ننتج يا اخواننا دراما. ما نمرق يا اخواننا، نحن الآن الجو حقنا صراحة، الزمن حقنا. بالنسبة لحب السودانيين للمسرح، أنا دار الحتة دي دار أركز عليها يا دكتور. ما حب حقك. أنا سافرت يمكن يكون 90% من السودان ده بالمسرح ما بحاجة تانية. يعني السودان ده 90% أنا غراه مدنه أنا سافرتها بالمسرح. وقدرت يعني أعرف ليات درجة الشعب السوداني بحب فن المسرح تحديدا، يعني سواء كانوا أطفال أو شباب أو ناس كبار أو كده. يعني أنا اشتغلت تجارب مع أستاذنا الفاضل السعيد الله يرحمه ويحسن إليه، اشتغلت تجارب مع أستاذنا إسماعيل خورشيد، مع أستاذنا بقبورة وسافرت معهم، اشتغلت تجارب مع شباب، جينا بمسرحيات كده بتاعت شباب يعني فيها شوية الثقافة كده، لكن مشينا عرضناها. يعني نحن مثلا اشتغلنا مسرحية اسمها الأجاويد كاتبة أستاذنا يحيى فضل الله والتحية له برضو أستاذنا يحيى، وانت عارف انه كتابة أستاذنا لغة شاعرية ورواية فخيمة دي أخرج أستاذنا الرشيد، وبعد ذلك جاء أخرج زميلنا خالد طه، سافرنا بيها الشمالية مناطق الجعليين دي، عملنا عروض في غورة نائية جدا. المسرحية دي الناس تفاعلت معها تفاعل كبير جدا، لو احنا زادنا ما اندهشنا له. يعني ابسط فرد في الشعب السوداني ده ممكن يتعامل لك مع عرض يكون يعني عرض يعني في افكار عاليه جدا ممكن يتعامل معاه ويحب ويفهمه. القصه الدايره احكيها لك، انا اشتغلت مع استاذنا الراحل المهم الفاضل السعيد وتحيه لاسرته كلها بدون فرس بمسرحيه الحسكنيت، وسافرنا عدد من المناطق اشتغلنا فيها. كان عندنا سفرة اشتغلنا في الرهد وتندلتي، وبعد ذلك مشينا الأبيض. الملاحظ شنو؟ انه احنا لما نجي داخلين المدينة بالعربية بتاعت الفرقة يعني خاشين، بنلقى بيستقبلونا بعربية نجدة أول حاجة، ولا مودر بيسوقنا موتر بتاع نجدة زي الوزراء دي الوي وي وي، ونحن ماشيين والناس ملمومة في الشارع، ما حصل دخلنا مدينة زي كده. ده واحد. نمرة اثنين، السودانيين ديل
طبعا حبهم للاستاذ الفاضل سعيد هو حب للمسرح طبعا بالضبط يعني. هاي فبيحبوا الفاضل سعيد جدا، وتلقى الناس يتلمدوا ويقفوا قدام العربيه ولازم يسلموا عليه. اللي حصل لي انه نحن داخلين تندلتي، جينا العربيه جات عابره بسوق تندلتي كده، فالناس وقفت قدام العربيه لحد ما جينا ناس الشرطه زحوا، وما قالوا لي احنا بس دارنا نسلم على الاستاذ والممثلين، ناس زي ضيوفنا. اصروا فقاموا قالوا خلاص فتحنا الشبابيك كده سلمنا عليهم بتاع، احنا راكبين حافله طويله كده. فواحد من الناس ديل هو يعني 40 كده في العقد ال40 جه سلم على الاستاذ، ازيك يا استاذ بحراره، انت كويس يا استاذ؟ قال لي ايه الحمد لله. قال لي يا اخي قالوا لي كنت عيان. قال لي ايه والله بس وعكه بسيطه كده والحمد لله بقيت كويس. قال لي والله يا استاذ الفاضل سعيد انا كان بيدي يشيلوا من كل زول في السودان ده سنه يدوك لي عشان ما تعيا ولا تموت. يا الله يا سلام. تعرف الاستاذ ده اول حاجه حصل له حصلت له حاله بتاعت هجوم، نحن كلنا حصلت لنا لانه قال صادق يعني ما قال هو يعني زي ما بيقولوا مجامله، قال صادق جدا. قال الاستاذ ده والله لما دموعه رقرقت الله يرحمه، ونحن ذاتنا حصلت لنا حاله كده بتاعت صمت لما وصلنا للاستراحه. فالشاهد انه الشعب السوداني ده يحب المسرح جدا، لكن بأمر يعني أعداء الثقافة وأعداء الفن كنا نحن في حالة بتاعت ركود، دخلونا كده في توابيت وحنطونا عشان حاربونا عشان ما نشتغل عشان ما نصل الشعب ده، ورغم اجتهاداتنا وصولنا له، لكن الشعب السوداني يحب المسارح دي لو اتفتحت اشتغلت والله الشعب السوداني ده يكسر البيبان ويخش. الشعب السوداني بيحب المسرح، ما يقولوا لك والله الناس سابت المسرح وشردت، لا لا، قدم عرض جميل جيبه في المسرح والله الجمهور ضيق وبيقروشه. الفنون عمور هي استثمار كبير جدا يعني، في دول قايمه عليها يعني. انا قبل فتره عملت لي بحث صغير انه نسبتها في استراليا، في اسبانيا، في فرنسا نسبه عاليه جدا. صحيح. استثمار صحيح. الفنون صحيح. مساله ما عاديه لمحبه الناس لها. بس في قصة صغيرة يا أمير أشارككم بها في الحلقة دي، بحكي لي الصحفي مهدي ومعه طيب الصديق في القرال بيعملوا في شغل في ضواحي أظن الجنينة أو نيالة الجنينة تقريبا. وقال العمدة زي عرف إنه في ضيوف جو يصوروا هنا، وبعد ذاك لاقاهم في وسط غاب وسط شدر ما في بيته. أي صح. قال وفي الحتة دي جاب له زي كمية من الخرفان، وراح من الخرفان ودي يضبحوا ويشوه، يبدو انه كان داير يطبخ بعدد الناس الموجودين. في زول قام بيعرف الثقافه حقت الناس شويه، حلف عليه ثبته. بعد ذاك عرفوا ما وداهم بيته ليه؟ لانه قالوا الحله حقتهم دي فيها زي 38 بيت. ال 38 بيت دي المفترض اي بيت يعزمكم. يا الله. اخركم انا عارف ظروفكم وعارف شغلكم وعارف امكانياتكم. يا سلام. بالتالي انه يعني اشفق عليهم انه يخشوا يخشوا الحله. صحيح. ده السودان واحترامه للفنان. انا ما عارف الحقاره بالفنانين اللي جات من وين يا اميره، يعني المراه الممثله عندهم فيها راي، يمكن كم زول كده من نهلك وهلك الحوازم بالذات خلي ناس العباسيه يكون عندهم شفتي عندهم اراء عنده. ايوه لما هو طبعا المساله دي بالمناسبه ما في السودان بس، يعني العالم العربي ده كله من زمان يعني. دي واحده من الحياه اللي خلت استاذنا الفاضل السعيد انه يشتغل دور بتقضيم. ايوه لانه في الفتره ديك ما كان في مره متحليات بالذات تطلع للفنون، يعني الفهم عند الفنون زمان شويه فيه صعوبه، يعني الفنون كان في الغنى رغم انه حس الغنى كثير يعني، لكن لحد الان الممثلين يعني الوضع اختلف حس شويه. احنا لما جينا لقينا لسه الوضع ده كان صعب شويه يعني. يعني انا امي دي يعني كوميديان هي، يعني هنا برسل لها تحيه بدي العافيه. يعني ونستها كده فيها كوميديا شديده، وهي ظاهره صحيه لما مشوا هي ظاهره صحيه قلت لك ونستها فيها كوميديا. أيوة لما مشوا معايا الشباب بتاع قصر الشباب والاطفال، احنا داخلين الجامعه وداخلين معهد الموسيقى والمسرح، فاتوا عشان يتكلموا معاه كده يغنوا عنا التواصل انه انا اشتغل. فبونستها معاهم كده قاموا قال لي لا لا خلي امك تيجي تخش معاك. بذلك كوميديا اكثر منها، لكن النظره كمان العامه يعني حقت المجتمع هم بينظروا لها يعني. لكن لما يلاقوا انه مثلا بيتهم دي يعني دغريه في حاجات كثيره، يعني مربوطه بالزول ذاته، يعني مربوطه بالمره اللي بتشتغل هي ذاتها، فانت كل ما تكون واضح مع اسرتك، واضح تجاه عملك،
واضح تجاه دراستك، فاكيد بتكون واضح مع مع ناس. لكن المجتمع ده عنده محبه غير عاديه، غير عاديه للفنانين. صحيح. ايوه يعني شاهد على المعسكر حق السيف والنهار، نرسل التحيه للممثلين كلهم اللي قاسم ابو زيد، وكان في شهيناب يا ابو رعي. ايوه انا مشيت زرت المعسكر، لقيت سامي بنت العربوس عادوش الله يديها العافيه، وريحاب وغانم والبنات دي كلهم في خاتنهم في ديوان، وكل نسوان الحله شايلات غدياتهم وجايات على ديل ضيوفهم. صح. ديل ضيوفهم. صح. صح. كويس. احترام احترام. صح. ما عادي ما قالوا ديل البنات جايات خلت هذول جايين فايتين. صح. ولحد يوم الليل علاقات عامره جدا مع ناس الشهيناب لحد يوم الليل. نعم. افراحهم واتراحهم وحياته كلها مربوطه، ونرسل له التحيه وان شاء الله يكون سلموا من من البحر. عشان كده جماعه المواطن سهيل عايد راجينا. أيوة ما ننتظر، نحن تعودنا انه ننتظر المسؤول يجينا او زي يدونا فتات او مهرجان كنا نتلم حول الشكل فيه ولا ما نشكل فيه. صحيح. وفقاع الصابون كده يفوت. لكن الفنون دي دوره مستمر، الناس راجين لنا حس منتظرين لنا. والله انا اقول لهم والبنقول لهم كثير والبيقولوا لنا كثير. كويس يا ابو رعي. ايوه يعني يعني مواصلتك لمشروعك كده يعني رايك شنو في مستقبل مهنتك وحياتك الشغال فيها؟ حصل يوم ندمت انه وانت شغال في المساله دي؟ والله يا دكتور اليسع يعني رغم انه يعني في ندم خفيف ولا شنو؟ في ندم خفيف ولا شنو؟ لا والله ما في ندم، بالعكس رغم انه شالت مني كثير و حقيقة ما أدتني غير محبة الناس، لكن أنا بالنسبة لي ده أكبر مكسب محبة الناس. أنا يعني قاعد أفتكر زي ما قلت لك قبل إنه الشعب السوداني ده أعظم شعب وأكرم شعب بطبيعته طبعا، وتحديدا لما نمشي له نمشي له نحن الناس الدراما دي اللي عندنا شغل العلاقات. يعني نحن اشتغلنا مثلا بتذكر مسلسل وهي الشفق في منطقة العيلفون، أنا بحيي كل أهلنا في العيلفون. نحن شفنا صنوف بتاعت كرم وبتاعت ترحاب وبتاعت بشاشة، يعني انت ذاته بتخجل منها حقيقة، يعني ما بتعرف الناس دي تكافئهم بشنو يعني، وهكذا يعني في كل المناطق اللي بنمشي لها يعني. فكلامك صحيح يا دكتور، يعني احنا بالمناسبة ما ننتظر زول، وده وقتنا ده وقت الفنانين بالمناسبة. يعني لو الفرصة دي ما اقتنصناها هسا بنبقى ضيعنا عمر وضيعنا مجهود كبير. لكن انا بوعد الشعب السوداني انه الان نحن في حاله بتاعت حركه دؤوبه جدا لانه نعود، لانه فن الدراما تحديدا هو من الفنون اللي بتفتح الضوء في 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 اماكن السوء والفساد. عشان كده من 89 طوالي تسيجت واتقفلت واتحاربت بالمناسبه بشكل ممنهج تماما، عشان الناس يعني ما يعني شنو يعني تجي تقعد الجمهور في المسرح اكثر من 2000 وتتكلم لهم على الفساد ده، هم ما دارين الكلام ده. فشان كده هم حاربونا، لكن نحن صمدنا. يعني كل ما يغرقونا في المويه دي بنمرق كده نشم هواء ونغرق ثاني ونمرق. الان نحن نوعد الشعب السوداني بانه نحن حضور وحيشوفوا مننا انتاج غزير جدا، وكان عندنا كميه من المشاريع لولا العدو الأول كورونا فيروس داهم العالم نحن كنا بنجهز لكمية من المشاريع. لكن بنوعد الشعب السوداني إنه نحن حنعود، وحيعود المسرح الجميل وحيعود الذوق السوداني. لو لاحظت في الشارع يا دكتور بقى في أنانية عالية جدا، حتى في حركة الشارع في المرور أنت عربات كل واحد داري يمشي هو الأول وداري، لأنه الذوق اتفقد، والذوق عند الشعوب بتطور من خلال الفنون. يعني نحن مثلا جيل عنده ذوق عالي لانه سمع عثمان حسين والدلوين حضر الفاضي السعيد. يعني الفن يرتقي بالذوق. الشعب السوداني محتاج للفنون عشان يرتقي بحاجات كثيره، حاجات 30 سنه كانت مدفونه الان انا الاوان انه نمرقها يعني. ونحن نوعد الشعب السوداني انه ننتج ونشتغل بقدر ما الله يدينا يعني، رغم ضيق الإمكانيات ورغم ظروف البلد، ويساعدونا بالحضور ويفتحوا لنا قلوبنا وإن شاء الله يشوفوا مننا كل خير. أمير، أنت عضو في الفرق القومية للتمثيل وهم موظف في المسرح القومي السوداني المسؤول من إنتاج الفنون في البلد، وغير كده إنك مشاريعك الكبيرة وفوزك بالجوائز ومن المخرجات القلائل اللي قدروا إنه يواصلوا في الإخراج. لو قلنا المخرجات من السيدات والآنسات من بين عدين على أصابع اليد،
الواحد او الاثنين يعني لو تفاعلنا كثير جدا. نعم. فكرتك للمستقبل شنو ولبكره؟ والبرنامج اصلا مخصص عشان يصنع صوره مشاهده للعالم ده من السودانيين ده انه السودان ده جاي، يعني السودان ده يوم بكره ده حقه. لا املنا في الله كبير جدا في المساله دي ان شاء الله. يعني طبعا برعي يعني وفى وشفى يعني ما خلى اي حاجه، لكن انا اقول بالاضافه لكرام برعي عشان ما اعيد عشان ما امشي شكلي برا لا ما عشان ما نعيد، يعني بالاضافه لكرام برعي يعني بجد يعني احنا خلاص بعد ده يعني ما عندنا حاجه غير نشتغل، وزي ما قال الكورونا يمكن جات حدد شويه من 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 من, من حركتنا، لكن رغم ذلك برضه شغالين يعني. وهو ذاته حس عنده عرض يوم 17، وانا عندي صوره كده كنت الليله دايره اجيبها معي، لكن الانتاج المونتاج ما خلص يعني. يا ريت لو كان يعني انا صورتها اول امبارح، دي كمان حركه جديده يعني انا ما كان اشتغلت على الكاميرا ولا على اليوتيوب اخراج، يعني ده هو الاخراج لي، لكن المونتاج ما خلص. فالمواضيع كثيره شديد والاعمال موجوده كثيره شديد، اي حته اي زاويه انت بتمشيها بتلقى فيها شغل المفروض انت تشتغله. لكن يعني انا دار اوجه الرساله بس لناسنا وناسنا متخصصين بالذات، انت كل ما تجود كل ما تجتهد كل ما الشغل بيطلع يعني بدرجه عاليه من الـ من الـ من الـ الاحترافيه، وكل ما الناس بتقبله منك فمزيد من الجهد، بس يعني مزيد من الجهد مزيد من الشغل مزيد من العمل، امورنا بتمشي لقدام يعني وما بنقف اصلا، ما في حاجه توقفنا الا زي ما قالوا متفادل يا تحد كثير كثير شديد. انا شديد. انا لما اكون قاعده في البيت وما شغاله ما تتخيل بكون متضايقه قدر شنو. متفائل يا تحد يا ابو علي قدام انه المواطن ده راجعين. والله يا اخي انا متفائل شديد. أيوة. جدا كتير. وبتمنى من حكومتنا الانتقاليه انها تهتم شويه بمزاره الثقافه والفنون ويتعاملوا معاها كمشروع اساسي وحيوي ومربح حتى يعني كواجهة. اي يا حقيقي يعني وما بندموا ان شاء الله لو عملوا كده. المشاهد الكريم المشاهدة الكريمة، يبدو انه وصلنا خواتيم حلقة دروب مغايرة مع ضيفي الكريمين برعة تاج الدين وأميرة أحمد إدريس، ممثلين وناشطين ومخرجين دراميين، ورسلوا رسائله لأهل الدراما ولأهل السودان وبس تفاؤل للآخرين، ونقول لكل سوداني ونبدأ من روحنا نحن القاعدين في الاستوديو والبرة وعبر القناة الشروق الفضائية إن المجتمع السوداني قادر إنه ينهض، قادر والله إنه ينهض مع الإحباط ومع العتم ومع الظروف الاقتصادية. صحيح اليد في الموية ما زي اليد في النار، الناس ذكرياتهم اتهدمت وبيوتهم اتهدمت والناس الرقاب راحت في إشكالات وفي تفاصيل. السودان مو الخرطوم بس، السودان بلد واسعة جدا، نفتش مكان من الألم دوين ونخط الكيف فوق الفكك وإن شاء الله نمشي لي قدام. تحياتنا إلى اللقاء في حلقة مغايرة، وكرر شكري وتقديري، ربنا يديكم العافية إن شاء الله.